بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابه صحابته أجمعين. هذه لكم، هذا يعني الموقع نتاع لكم، نقرأ لكم شوية إن شاء الله. محكمة النقض تستجيب لطلب الإفراج عن المعارض المصري الدكتور عبد الباسط الإمام وعدم تسليمه للقاهرة حسب طلب السيسي. الله، أقرأ عليك إن شاء الله. استجابت محكمة النقض بالرباط لطلب الإفراج الذي تقدم به دفاع عبد الباسط الإمام الذي جرى اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على خلفية مذكرة صادرة في حقه من طرف السلطات المصرية لكونه معارضا لنظام عبد الفتاح السيسي ومحكوما بالمؤبد. انك جا المغرب كاين واحد مذكرة وكاين واحد تفاهم، يعني كاين معاهدة اتفاقية بين المغرب والاخر انهم يتبادلون هؤلاء المطلوبين، ياك ولكن هذا واسمه، هو هذا مصري زيد وهو عنده الجنسية التركية وهو طبيب. ولماذا جاء إلى المغرب؟ جاء يحوز ولا اسمه؟ قول علاش جاء المغرب؟ لا لا، هو في تركيا راه، يعني ولده قتل في رابعة. يلا سي، لماذا جاء؟ جاء هنا طلبته إحدى هذه الكلينيك لأنه مصحات، لأنه خبير عنده خبرة كبيرة في العمليات المعقدة للمسالك البولية، فهو فين ما بغى يمشي يخدم شي، فهمتوا؟ والمغرب تبارك الله اللي يجي هنا من طبا ماشي بحال في تركيا ولا في أوروبا ولا الفلوس، هنا واش دير تبن، تعرفوا التبن؟ تبن اسمعت. وجاء قرار محكمة النقض بعد تولي الدعوات والمطالب من منظمات حقوقية بالمغرب وخارجه بعدم تسليمه للسلطات المصرية لكون حياته مهددة، خاصة وأنه حامل للجنسية التركية، كان بالإمكان سهولة التملص من هذا الأمر، تقول له ودي هذا تركي، اللي هو تركي هذا، ولكن المغرب راك عارف المغرب يشوف بعيد. وحسب دفاع الإمام يعني الدكتور، فإن طلب الإفراج تم تأسيسه بناء على المادة 26 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر، والتي تنص على أنه يجوز الإفراج عن الشخص، ها 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 الأساس نتاع الحكم ديال الإفراج، يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلقى الدولة المطلوبة منها ومن هذه المطلوب إحدى الوثائق المبنية في البند زوج فقرة ألف من المادة 24 خلال 20 يوما من تاريخ القبض عليه. يعني كيقول لهم انتم طلبتوا التسليم وعندي معك واحد المعاهدة، ياك اعطيوني ان شاء الله الاحكام الصادرة في حقي مبررة الا كان بالصحة. هما ما في ظرف شحال، وهما في 20 يوم زين ما صابوا ما يصيفط، واش غادي يصيفط طبيب هذا؟ واش شنو غادي يدير؟ لا اله. وعبد الباسط الامام طبيب مصري حامل للجنسيه التركيه، تم توقيفه يوم الاحد 3 نوفمبر الجاري بموجب مذكره طلب تسليم صادره عن السلطات المصريه، محكوم بالمؤبد من طرف النظام المصري بتهم ملفقه بسبب مواقفه السياسيه المعاديه المعارضه للنظام الحاكم المنقلب، كما ان ابنه كان من ضحايا رابعه العدويه بالقاهره خلال صيف 2013 حسب مصادر حقوقية حذرت من أن تسليمه إلى مصر السيسي إجراء يشكل خطرا حقيقيا على سلامته ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية. عبد الباسط الإمام عمل أستاذا بكلية الطب جامعة الأزهر ويعتبر من معارض النظام السيسي، وشارك في الربيع العربي إلى جانب الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة، يبلغ حاليا من عمر 62 سنة، وقد قدم إلى المغرب بجواز سفر تركي بدعوة من المصحة الدولية ببني ملان من أجل وضع وثائقه لدى وزارة الصحة
ليتمكن من مزاولة مهنة الطب بالمغرب باعتباره دكتورا وطبيبا مختصا في جراحة المسالك البولية والمناظير حسب تأكيد زوجته. هذا هو الخبر. أنا علاش جبت لكم هذا الخبر هذا؟ علاش؟ لأن ملي كنت نتبع الخبرات ديالو كنت أضع يدا على قلبي ويد على بطني. أما اليد على القلب، أن يستعجل استصدار حكم بتسليمه إلى مصر، وهذا يتنافى مع أخلاق المغاربة وكرمهم ومع عرف الجوار. راه مطعم بن عوده هو ولاده دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممنوع من دخول مكة، وجاءوا بحضاش بالسيوف وادخلوه وقالوا، قال لهم ذاك مطعم بن عوده اش قال لهم؟ اش قال لهم في مكة؟ هذا محمد اجرته، وايما عدوان علي فانما نقوم بما يلزم، لا نسلمه لكم. ولذلك سيدنا النبي عمرو ما نسى مطعم بن عوده اش قال في غزوه بدر؟ اش قال؟ لو كان مطعم بن عوده حيا لسلمته هؤلاء الندنة بلا ما بلا ما بلا ما بلا ما ذوك ذوك الاسرى بلا ما يفديهم المهم انا نسلمهم. فالجزاء الاحسان الى الاحسان. هذا الجوار يدخل عندي، راه يدخل عندي يا عباد الله، الى الفيزا راه يسمى مؤمن، وندخل عندنا ضيف وراه ما جاش غير هكذاك، راه حط الدوسي ديالو في المصحه وقبلوها عباد الله، راه جاي يخدم السيفي وكل شيء، ونجيو هنايا. هذه الاولى. ثانيا، آلمنا نداء زوجه أطال الله في عمرها، طالبت يعني الحكومة المغربية والقضاء المغربي بأن يشفق من حال زوجها، فهو طريد غريب في تركيا وقتل ابنه ومحكوم بالإعدام ظلما ومريض بالسكري وأمراض أخرى، فلو سلمتموه فليس له إلا معنى واحد وهو الموت في سجون التعذيب. فآلمتنا تلك الصيحة تلك المرأة. ثالثا، أنا قرأت لكم هذا الشيء علاش؟ باش نقول لكم والله إن هذا الأمر أفرحني وسيفرحكم. علاش؟ حتى لا يصنف المغرب في تلك الدول البوليسية. الآن رفعوا القانون فوق الجميع، وكان الحكم مؤسسا قانونيا. ثانيا، هذا القضاء الآن كل شيء راهم يمدحوه، قريت لكل شيء اللي يتكلم عليه في مصر وكل شيء، أسامة جاويش كل شيء كل شيء كل شيء يتكلم عليه، وشكروا المغرب حكومة وقضاء وشعبا، وأخص بذلك الجمعيات الحقوقية والمحامين في المغرب الذين انتدبوا للدفاع عنه. وأنا من هنا، أنا ما تكلمتش عليه من قبل، وأنا من هنا أقول جزاكم الله خيرا كل من كانت له يد في إحقاق هذا الحق ورفع الظلم عن هذا الإنسان بغض النظر عن من يكون. فجزى الله خير القضاء المغربي، وجزى الله خير المحامين الذين ناصروه، وجزى الله خير الجمعيات الحقوقية التي لم تدخر وسعا في الدفاع عنه. جزاكم الله خيرا، بيضتم وجوهنا بيض الله وجوهكم، أكرمكم الله. فهو الآن سلم للسفارة التركية لتتم الإجراءات لإعادة ترحيله إلى تركيا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ثالثا، أقول للدكتور عبد الباسط الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، قل له ليهلك هذا الحكم
والله كنا ندعو لك وأنت لا تعرف من كان يدعو لك في هذا البلد، لأن اللي تكلموا راهم تكلموا واللي دافعوا دافعوا، وإحنا واسمو كنا نديروا؟ والله كنت أتتبع القضية وأضع يدي على قلبي، فلم يسر علي ويفرج عني حتى سمعت هذا الخبر، فهنيئا لك وأسأل الله يجمع شملكم. آمين. اللهم يا رب أسأل الله يرفع الظلم على كل المظلومين تحت كل سماء وفوق كل أرض. صلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.